وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل رئيس الاتحاد البحريني للسباحة. أهلا بك سعادة المستشار في نشرة الثامنة بعد هذه اللقاءات المثمرة. هل لك أن توضح لنا أهم ما دار في اجتماع اليوم مع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة؟ نعم، مرحبا أختي، مسي عليك بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة. الحقيقة اليوم تشرفنا بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول رئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، إلى مقر الاتحاد البحريني للسباحة. ولا شك أن هذه الزيارة تأتي من ضمن سلسلة زيارات يقوم بها سموه إلى الاتحادات الرياضية في إطار اهتمام سموه بدعم ومساندة تلك الجهات من أجل ارتقاء بمستوى الرياضة والرياضيين في مملكة البحرين. ولا شك كذلك أن هذه الزيارة تكتسب طابع خاص عندنا في الاتحاد البحريني للسباحة، باعتبار أنها متزامنة مع عودة منتخبنا الوطني للسباحة من بطولة الخليج وتحقيقنا ما يقارب 21 ميدالية ملونة من خلال الأسبوع اللي فات. طبعا خلال هذه الزيارة حرص سموه على الاطلاع على خطط واستراتيجية الاتحاد اللي من خلالها ممكن تساهم في إعداد لاعبين مميزين قادرين على منافسة في بطولة العالم اللي إن شاء الله بنشارك فيها في نهاية هذا العام وأولمبياد باريس إن شاء الله في 2024 وخططنا لأولمبياد لوس أنجلوس في 2028. لا شك أن سموه داعم كبير للاتحاد، ووجه سموه إلى أن يتم إيجاد قاعدة كبيرة من السباحين واللاعبين المميزين في السباحة، وحرص سموه كذلك على الاطلاع على كافة الصعوبات التي ممكن أن تواجه عمل الاتحاد والعمل على تذليلها دعما منه للاتحاد وللعاملين في الاتحاد. لا شك أن توجيه سموه اليوم لمجلس الإدارة محل اعتبار، باعتبار أن احنا كلفنا أنا والإخوان في مجلس الإدارة بصفة خاصة بإدارة الاتحاد البحريني للسباحة وخدمة مملكة البحرين بصفة عامة، وإن شاء الله نعاهد الله ونعاهد سموه على أن نكون دائما عند حسن الظن ومحل الثقة، وأن تكون توجيهاته محل اعتبار بإذن الله، وإن شاء الله نحقق ما يتمنى سموه. نعم سعادة المستشار الدكتور محمد أحمد بجبل رئيس الاتحاد البحريني للسباحة، شكرا جزيلا لك.